قامت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بزيارة إلى وزارة الإسكان، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات الإسكانية المختلفة في الوزارة. وخلال الزيارة ثمن الدكتور خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية ثمن الجهود الكبيرة للجنة التقييم التي تأتي في إطار حرص الحكومة الموقرة على تمكين مراكز خدمة العملاء من تقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة والفعالية، مؤكدا أن وزارة الإسكان دأبت على رفع مستوى الخدمات الإسكانية المختلفة في الوزارة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تطوير مركز خدمة العملاء لديها بشكل مستمر، وأضاف أن الخدمات الإسكانية وصلت إلى مراحل متقدمة في شأن التحول الإلكتروني وأتمتة المعلومات والبيانات، حيث أصبحت الخدمات الإسكانية إلكترونية بنسبة 100% ومتوفرة على بوابة الحكومة الإلكترونية وتطبيق الإسكان للهاتف النقال، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية للوزارة.